هنا جرة شاينا سويلم، أكيد كلكم تعرفوها. يعني مرسي شاينا، ما نعرفش وين مرافيك المفيد عايشك. أنا اليوم باش نغني غنية تحكي على مرا غنت غنية لولدها، ولدها شهيد، الغنية تونسية. واليوم جاية مع عيد الأمهات، اما في نفس الوقت ما يلزمناش ننساو اللي فما امهات توا قاعده تتعذب، ولادها قاعدين يتقهروا، فما حروب، وفما زاد فما ناس ما تنجمش تجيب صغار، ربي ما رزقهاش. زاد هي نقدموا لها تحيه ونقولوا لهم ان شاء الله ربي يعوض عليكم ويكون توينسه ويكونكم امهاتنا. ياسر جرادي. عسلامتكم يا جماعة. Thank you.
عسلامتكم يا جماعة. اسمي ياسر. انا عنصر من مجموعة ديما ديما، ولكن كذلك انا عندي تقريبا 20 سنة في العالم في العمل الجمعياتي ما بين الثقافة والمواطنة، وحاليا في المكتب الجامعي لجامعة تونسية لنوادي السينما اللي هي جمعية غير حكومية تأسست عام 1950، وهي تقريبا السينمائيين التوانسة الكل اللي تعرفوهم 80% منهم مروا بجامعة تونسية لنوادي السينما. اللي حب يلتحق عنا نادي سينما تونس كل نهار سبت في ابن رشيق مع ماضي ثلاثة. دونك نعملوا ورشات، نعملوا تربصات، عروض، تحليل افلام. والجامعه هذه هي تعتبر الاخت التوام للجامعه التونسيه للسينمائيين الهوات، اللي انا معناها كانت عندي تجربه في الزوز جامعات مع بعضهم اللي كان يحكي لكم عليها توا حلمي.